وبعدها لك يا فرج. الحاجة صعبت عليا قوي، كلام سيدة حز في قلبي، لسه قدام عيني نظرة اليتم اللي في عينين سمير ابنه، هو طايح رايح مش دارب حد، طول عمره هو أناني. ارحم روحك يا فرج، صحتك عدمت، خسيت النص من نومتك على ديكك المرسح، كل ده علشان يا فرج. طب هو ضحى عشانك بإيه؟ اللي يحب يضحي يا فرج، وانا علشانك اضحي بكل حاجة يا راجل. قلت لك تعالى بيتي مفتوح لك، قلت لك اكتب عليا ونكمل مشوارنا مع بعض. هو ده وقت الكلام ده سعاد؟ بقى الكل راكبه العصب عشان افتتاح الرواية الجديدة، وانت عمالة تلف وتدور في الاخر تقول اتجوزني؟ مش لسانة ما اشوف الرواية هتهب بايه؟ مش يمكن تسقط وتحصل اللي قبليها؟ سرقوا الصندوق يا محمد، لكن مفتاهم آية، والهب بكل هلاته تلقى وصفاته هدايا. قلبك زي الصندوق مقفول ومليه الشق، إن كنت عايز مفتاهه إزعك تلاقيني جاي. إن يوم نسيوك أهبابك ولا دقوا ابدا بابك، ولقوك بعد ما هملوك اعمل نفسك نساي. لو قطر الهب ادى وانت واقف ولا هدى، اقمل مئاه الواجب واقزمه على قهوه وشاي. انطر برج من براجك واللي الليل في سراجك، وهبي بكره ولا جاشي قلو على طول باي باي. سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاه معايا. وصاد في نظر الجمهور. ايه يا سمي كوب؟ هنعيد الكلام في الموضوع ده تاني؟ انا مش بهزر يا بدرية، انا ليلة في ازمة حقيقية. ازمة ايه هو الصح وايه هو الغلط؟ الغلط اننا نعكن نفسنا كل ليلة في موضوع مش ملكنا، موضوع ملك الناس اللي بتيجي تتفرج وهم قالوا رأيهم. انتهينا بقى. اما انا عاملالك حتة عشوة، انما ايه؟ تاكل صوابعك وراه. حظر فظر، عملك ايه؟ عشوة ايه بس يا بدرية اللي هنتكلم فيها دلوقتي؟ انا مش هاكل، انا ماليش نفس. بلاش تاكل، احنا نكمل السهرة سوا، نرجع ليلة من ليالي زمان. ولا خلاص ادم يا سمي يا كوب. انا خارج. خارج فين؟ ما انتش خارج الا لما تقولي رايح فين. والله ما انا عارف انا رايح فين. حمدون، انت ايه اللي جابك في وقت متاخر زي ده يا حمدون؟ والله ما انا عارف، انا خرجت مخنوق والهم ماليني، معرفتش راح فين. بصيت لقيت رجليا جايباني علينا، متعبان قوي مظلوم، اول مره احس الاحساس ده في حياتي. تصور ما حسيتوش المسرحيتين اللي فاتوا بيسقطوا، حسيتوا المسرحيه الجديده دي بتنجح. خش على معمل كوبايه شاي. لا ارجوك ما تسيبنيش، خليك قاعد معايا. تعال. أنا طبعاً عارف إنك ممكن تقولي إن اللي حصل إلا ده هو اللي صح وأنا اللي غلط، فليكن. بس بيني وبينك أنا جوايا بيغلي،
جوايا رافض كل اللي حاصل ده. غلط. الإنسان القوي هو اللي بيقدر يتكيف مع ظروف حياته. وحمدون أنا مش قادر، مش قادر أعمل التكيف ده. بس على فكرة ده مش معناه إني هسيب الفرقة، لا. أنا التمثيل والتأليف مهنتي والفرقة دي فرقتي، بس للأسف أنا حاسس إني فقدت المكان اللي كنت متصور إن أنا ممكن أخدم بيه الناس. أستاذ يوسف أنا ما عادليش متنفس غير الجماعة، عشان كده أنا عايز دور أكبر. نفسي أعمل حاجة عنيفة، حاجة كبيرة وتنجح وتعوضني بنجاحها عن فشلي في الفن. لازم يا أستاذ يوسف لازم. خلاص فكر وخطط يا حمدون، وأنا وأعضاء الجماعة ملزمين بالتنفيذ. يما اكفي على الخبر مجور، وبلاش تضحكي الناس عليا. لسه هعيد واقول يا جواز، لسه هروح بيت راجل تاني واعرفه واعرف طبعه من جديد، وفيدي ما استريحتش. هتطلق تاني يما؟ لا بقى، قول انك لسه رايده المحروس عزة، وعشان كده عماله تعقديها وتطلعي فيها القطط الفاطسه. وسمير، سمير يما اللي انا بقيت امه وابوه، هسيبه لمين؟ ده ان قدرت اسيبه، ويا ترى لو خدته معايا هيستريح مع الراجل ده ولا لا؟ لا لا ياما، انا لا يمكن اقبل ان ابني يتربى بعيد عن بيت امه وابوه ابدا. شوفي بقى، انا حوافل وحمشي وانتي خبطي راسك في الحيط، ولا خلاص يا بيت ما عادش ليا كلمه عليك. ما تتعبيش نفسك ياما، لاني هقول لا. بتتنقري مع عمك ليه يا سيده؟ لا لا ما فيش حاجه يا خالتي، ده احنا بنودي ونجيب في الكلام، الكلام عادي يعني ما فيش حاجه. لا فيه بقى يا حاجه. ما تسمعيش كلامها يا خالتي، اصل امي فاضيه وبالها رايق. مرتبكه كده ليه يا سيده؟ تبخبيه عني حاجه يا ام سمير؟ اصل بصراحه يا حاجه سيده خايفه تعرفي الموضوع اللي انا بكلمها فيه. ياما اسكتي انت، ما تتكلميش، كلامي انا مع ست الحاجه. بصراحه يا حاجه سيده جايلها عريس ومش راضيه توافق علشان خاطر سمير. عريس؟ طب وماله يا سيده؟ وافقي عليه، وان كان على سمير في عناية الاتنين لحد ما اموت، بعد ما اموت يبقى ياخد ابوه. قاست الحاجه وافقت اهي. ايه عايزه ايه تاني؟ انا ما اقدرش اتدخل في موضوع زي ده يا ام سيده. سيده هي اللي من حقها تقبل او ترفض. لا لا يا خالتي، انا لا يمكن هتجوز بعد سعزه. انا اتجوزت سمير خلاص، حياتي ما بقاش فيها مكان لراجل غير. انت لسه صغيره يا سيده، فكري قبل ما ترفضي، فكري قبل ما تندمي ويكون القطر فاتك. وانت ما كنت صغيره لما ترملتي علشان خاطر سعيد، وياما ياما جالك ناس كتير ورفضتيهم. انا كمان هعمل زيك يا خالتي، هعيش لابني لاخر يوم من عمري. الا بقى لو كنت زهقتي مني خلاص يبقى فيها كلام تاني. ابوسك أبوسك يا سيدة. أنت يا أستاذ مش حضرتك مدير الفرقة دي؟ أهلا يا بدرية. آه طبعا أنا المدير، بس أنا تحت أمرك أموري. البنت اللي اسمها فردوس ما تقعدش في الفرقة مرة واحدة كده؟ أيوه، حضرتها بتسخفني على المسرح. الله يرحم أيام ما كانت بتمسك رق ورا علمة. لا ما يصحش طبعا، بس اديني بس فرصة كام يوم لحد ما الاقي ممثلة غيرها، وانا اوعدك انها مش هتعتب المسرح ده تاني ابدا. عزت يا انا يا فردوس، ومن حقك تختار طبعا. انا بقى قاعدة في البيت لحد ما ترد عليا. عن اذنك. عشان تبقى تسمع كلامي لما اقولك على حاجة. قلتلك بدرية هتغير من علاقتي بفردوس، وديك شفت النتيجة بعينيك. ايه مكتوم كده ليه؟ طبعا مكبوس. حضرتك فرحان باللي حصل؟ فرحان طبعا، لان ده معناه ان انا ليا مكانة في قلبها.
دي ست يابا، ست، واحنا رجاله مش قد الستات. بدريه حاسس انك بتكيدها بفردوس، قرصت عليك عشان تفصلها، وهي متاكده انك هتوافق لانك انت ضعيف قدامها، بتاكد نفسها انك بتحبها لسه ودايم فيها. الستات تحب كده، عملت لك امتحان وسقطت فيها يا استاذ. افهموهم بقى، افهموا الستات بدل ما بيلعبوا بيكم. ايه انت لسه زعلان مني يا حمدون؟ انت لو كان يهمك زعل يا عزت ما كنتش قلت لوده. يا حمدون انا بعمل لمصلحه الفرقه، يعني بعمل لمصلحتي ومصلحتك، واديك شايف النتيجه. في اسبوع واحد حققنا ايراد ما حققناهوش من يوم ما فتحنا الفرقه. يا سيدي مبروك، بس على الله دلوقتي تكون اطمنت على فلوسك خلاص. ما بقاش قلبك اسود امال، وافرض يا اخي انا غلطت فيك في ساعه غضب، ايه يعني؟ احنا اخوات يا حمدون، حد يزعل من اخوه؟ طب انا اذنك عايز سيبني دلوقتي عشان عايز استعد للدخول على المسرح. يعني ايه؟ امشي وبلاش تاخد المرتب اللي انا جايبه لك؟ اتفضل. ايه ده يا عزت؟ المرتب ناس كتير عيب. ما انا عارف، والمفروض انت كمان عارف. هنكلم بعض بالالغاز، تكلم دغري. حاضر يا حمدون، هتكلم دغري. انت فاكر لما احنا عملنا عقد الفرقه حددنا مرتب كل واحد على اساس مجهوده، وفاكر كويس مرتبك اتحدد ازاي؟ جزء على التمثيل، وجزء على التأليف، وجزء على الإخراج. وانت طبعا لا ألفت ولا أخرجت الرواية الجديدة، يعني تستحق أجر التمثيل بس. عندك حق يا عزت، فعلا مش محتاجة مناقشة. ممكن تسيبني بقى عشان أستعد للدخول على المسرح؟ هسيبك؟ لا، تبقى لسه زعلان مني؟ معقول؟ ليه؟ وانت عملت حاجة تزعل؟ أنا؟ معقول أنا أعمل حاجة تزعلك يا حمدون؟ سيدة، يا سيدة. أيوة يا خالتي. تعالي يا بنتي. أيوة. أنت شركتي في كل حاجة في حياتي يا أم سمير، ولازم تعرفي ظروفنا. خير يا خالتي؟ خير يا سيدة، أنا مزنوقة اليومين دول والفلوس مقصرة معايا، قلت لسه مصرة يشوفوا مشتري البيت من البيوت. هي وصلت لبيع بيت من البيوت يا خالتي؟ حاولت كتير ما قدرتش. يرضيك الديانة ياكل وش يا مسامير. طب وليه الديانة والديون واحنا مستورين اهو الحمد لله؟ الكلام ما عادش يجي منه فايدة، اسره. انا بقولك دلوقتي علشان المشتري جاي، اصل الواد حسوب السمسار قال المشتري جاي دلوقتي. دستور همونه، تعالي. اهلا وسهلا. مساء الخير عليكم. ايه مالكم عمالين تبصوا لبعض كده ليه؟ لا ابدا، اصل انا كنت خارجه دلوقتي، ولكن مدام جيتي بقى يبقى خلاص. انا عارفه انك ما كنتيش خارجه يا عين، كل الحكاية انك مش عايزان احضر مقابلتك للمشتري اللي جاي يشتري البيت. مشتري؟ امونة بتقولي ايه؟ انا بقول الحاصل يا عين. على كل حال انا جاي اقولك ان المشتري جاي وراي. يلا جهزي حجة البيت. وانتش عرفك بالمشتري؟ ما هو المشتري المعلم عباس جوز بنتي. ايه؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده يا خاله امونه؟ خالتي مش هتبيع ولا عمرها قالت يا بيع. كداب مين اللي قالك الكلام ده؟ له كلام عيال ولا ايه؟ المعلم عباس جاي ورايا ومحضر الفلوس. وحتى لو كانت هتبيع مش هتبيع لجوز بنتك، ايه قولك بقى؟ اسمع منها الكلام ده. انا وخالتي واحد، وانا بتكلم نيابه عنها. شوقكم يا ام سمير، انا قلت اوفر عليكم مد ايدكم للغرب، الحق عليا. كلمة أخيرة بقى يا خالة أمونة، البيت ده يا تجيه بالكمال يا ما عدتيش تعتبيه مرة تانية. راضي على كلام طليقة ابنك يا عين؟
راضية يا أمونة. طيب السكينة وندبت في قلبي يا خالتي لما عرفت ان جوز بنتها هو اللي هيشتري. هو انا معقول كنت هبيع لناس جايين يتشفوا فينا؟ القيامة قامت يا ولاد. اي والله القيامة قامت لما الاخت تتشفى في اختها وتشمت فيها. وبعد ده كله تقولي لي الدنيا فيها خير يا بنت الناس؟ خالتي انا بقول يعني مفيش داعي لحكاية البيع دي، واذا كانت على الفلوس احنا ممكن ندبرها مع بعضينا. خدي يا خالتي، خدي حتتين الصيغه اللي انت كنت جبتهم لي في المواسم والاعياد، اتفكي بيهم. ربنا يخليكي ليا، ده انت عندي اغلى من ذهب الدنيا كلها. خلي صيغتك ليكي يا ام سمير، المبلغ اللي انا عايزاه كبير وتمنهم مش هيغطيه. ما تاخذنيش يعني يا خالتي، في كده كلمتين صرهم في قلبي وعايزه اقولهم لك. انت بتصرفي فلوس كتير قوي على الناس الغلابه وعلى فعل الخير، والدنيا بقت غلا. قالوا على رأي المثل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. إيراد البيوت قليل وما بيكفناش. بقول يعني يا خالتي يعني نبقى نلم ايدينا شوية، ده البيت اللي بيتباع النهاردة ما بيتعوضش. المال مال الله يا بنتي، بيعطينا علشان نعطي غيرنا، ومين عارف رزق مين ده يا بنت الناس. بدرية، صدقت الكلام اللي انا قلته؟ اهدي روعات ولا بلاش؟ ثلاث اشهر بنعرضها دلوقتي وكل ليلة انقح من الليلة اللي قبلها. قلت الكلمة اللي كنت عايز تقولها يا عزت. على فكرة انا عازمكم الليلة على العشاء عندي في الذهبية الجديدة اللي انا اجرتها. انت اجرت ذهبية يا عزت؟ امال ايه، دي السهرة فيها ترد الروح. انا متاكد انك انت لما تسهري فيها ليله واحده بعد كده مش هتسهري في اي حته تانية غيرها. اهلا يا عز. اهلا يا حمدون، كويس انك جيت. انا عازم كل ولادي عندي في الذهبيه الجديده بتاعتي. شكرا يا عز، بس انا تعبان وعايز اروح انام. يا جدع ما تبقاش دمك تقيل، الفرقه كلها معزومه عندي، وعيب قوي انك ما تجيش. عيب؟ انا اعرف العيب كويس يا عز. يلا بدر نروح. حمدون لو ما جيتش انا هزعل، انت حر. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. حمدون ممكن اسألك سؤال؟ بس ترد عليا من غير عصبية. نعم. انت مش عايز تروح ليه؟ انا مش ممكن هنسى بسهولة الموقف اللي عمله عزت معايا بدرين. يا حمدون ما انت عارف وعارف طبعه، اقبله زي ما هو، وكلنا فينا عيوب. فعلا كلنا فينا عيوب، بس على الاقل من حق اتضايق. طبعا من حقك، بس انا خايفه ما نروحش يقول حاقدين عليه عشان الفلوس جريت في ايديه وعمل مدير بحقه حقيقي. لا، عايزه تهيف من كده بكتير. عايزه تفرحان بالفلوس والستات اللي حواليه، مش فاضي يفكر في معنى كبير قوي زي اللي بتقوليه ده. هنروح ولا مش هنروح؟ لا هنروح، بس اغير هدوم. كل ليلة والتانية ضيعت عمري وفي الآخر هطلع من الدنيا دي. عندك حق، أنا برضو معرفش قفلت ليه مرة واحدة. حسيت إني اتخنقت وعايز أشم هوا. اتخنقت من هوا القعدة اللي جوه، اتخنقت من كل الموجودين حتى عزت. أروح. هتروح لوحدك إزاي دلوقتي يا بنت الناس؟ قلبك عليا يا فرج. أقول لك عليا قلب حجر؟ عليا أنا يجوز. ولا عليك يا سعاد.
طب ما تهودني بقى. هودك على ايه؟ في اللي بقولك عليه من زمان. بس انا خايف. حد يخاف من الجواز في سنك ده يا راجل؟ بس انا ليا شروط. موافقه على كل شروطك. قلت ايه؟ ما بدهاش بقى يا مسهل. انا يكفيني انك جيتي لحد بيتي وانت مططيه راسك وتقولي ابيع. مش هرد عليك اساءتك، وعلى راي المثل المحتاج ما ياخدش على خاطره. حتى في السعاده الكبر لسه راكبك. يا امونه خلصيني، المعلم عباس عنده نيه الشراء ولا لا؟ المعلم عباس جاهز يا حبيبتي، ان شاء الله حتى تقولي ابيع السبع بيوت هيشتري. بس يعني كل وقت وله كلام. انا يوم ما جيت عندك وطليقه ابنك اتنطرت وتعذرانت عليا، البيت كان له تمن والنهارده له تمن تاني. يا امون انا عايز اخلص. انا جيت لك عشان ما تغلطنيش وتقولي باعت للغريب. جوز بنتك جاهز يجي يخلص ولا كانت فتحه صدر وما انتوش قد البيعه؟ لا 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 يا حماتي، وايه ده؟ ايه اللي كل شويه تعالى اشتري، لا ما تجيش، لا تعالى، هو كلام عيال ولا كلام عيال؟ دي مش اصول تجاره يا حماتي. يا راجل ما تبقاش مفتري، ده انا مخلصه لك البيعه بتمن مستريح. اه وليك الحلاوه ما قلناش لا. بس انت عارفه يا حماتي، لا مؤاخذه يعني، انت عارفه ان انا مليتي ضيقه اليومين دول، يعني الجاي على قد الرايح. يا عباس دي تهليبه قطر واحد بشيء الفلاني. لا 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 يا ام احسان، استغفر الله العظيم، بقى لي مده يا اختي ما عملتهاش. طب ما تعملها يا اخويا، حد حاشك؟ الله، انت يهمك قوي تخلص البيعه دي يا حماتي؟ اكسر عينها وادوس على انفها. منى عيني اشوفها بتبيع كل اللي حلتها، منى عيني اشوفها على البلاطه زي حالاتي، ويبقى ما فيش حد احسن من حد. وجب يا حماتي، خلاص انا فلوسي جاهزه، النهارده بعد صلاه العصر نروح نخلص البيع. كيف تكون زوجا سعيدا؟ اخلصي انت، انت حد مسلطك عليا؟ مع علاقه الزواج بالنجاح في العمل. فإن كنت محاميا، أنا اللي طلبت القاضي يحكم بالإعدام. موظف حكومي، أنا لو أبويا. بقول إيه يا فار؟ إيه؟ دلوقتي أنا بقيت مراتك وريدة مصلحتك، صح؟ صح. عزت وعمل له ذهبية، عملت انت ايه؟ كسرت لكش قرش للزمن؟ فكرتش بكرة ولا بعده هتعمل ايه؟ استغفر الله العظيم، وانتوا كلكم ماركة واحدة؟ قبل الجواز تبقوا عسل وسكر، وبعد الجواز تبقوا خميرة عكننة؟ لا حيلة في الرزق يا مدام، كله من عنده. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. يا راجل اتحرك اتلحلح. عارف البوفيه ده ممكن تكسب من وراه ذهب لو انت عاوز. الدنيا كلها كده، الحساب مع الجرسونات شيء، والحساب مع صاحب المحل شيء تاني. عايزاني غش يا سعاد؟ اخون صاحبي رفيق العمر اللي أمني على ماله. شطارة جدعانة. اسمعي يا ست انتي، انا يوم ما اتجوزك ما غشتكيش، ما تحبتش عليكي، من يوم ما عرفتيني وانت عارفاني على قد حالي. يا تمشي معاه بما يرضي الله وتبقي طوع امري، يا كل منا له طريق. نويتي تمشي معايا ازاي يا سعاد؟ طوع 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 يا سفر. خد الف مبروك، الف مبروك يا عزه، قصدي يا سمير. قد ايه انا فرحانه بيك يا حبيبي. وانا كمان فرحان يا نيل، عشان هخش المدرسه الابتدائي واقعد على دكه في الفصل احسن من القعد على الارض في كتاب الشيخ العزيزي. الشيخ العزيزي مين ده؟ انت رايح المدرسه الابتدائي يعني هتبقى فندي يا سميره؟ فندي؟ يسمع منك ربنا يا خالتي، واشوفه فندي قد الدنيا كده زي ابوه.
عامله لك رز بلبن علشان تبقى سنه بيضه عليك وعلينا يا ابو سمره. مش يفطر احسن يا خالتي؟ لا دي عاده، لازم اول يوم في الدراسه ياكل رز بلبن. مش انت بتحب الرز ابو لبن يا عزت؟ تاني سمير تعالى يا حبيبي، ادخل انت اوضتك وانا هحصلك بعمايل النين. حاضر يا ماما. انا دخلت سمير اوضته مخصوص عشان تاخدي راحتك معايا في الكلام. احبك علشان بتفهميني يا سيد. صعبان عليا غياب ابوه السعاده، كان نفسي يكون موجود علشان يفرح بيه زينا. ربنا يهدي العاصي يا بنتي. ظني فيا زي ما تظني، بس لازم تعرفي ان انا خايف على مصلحتك وطبعا على مصلحة حمدون. وإذا كنت بكلم معاكي دلوقتي فلأنه فاض بيا. حمدون على طول كشف وشي، مش عارف أتكلم معاه. عايز تقول إيه يا عزت؟ غياب حمدون كتير عن الفرقة وحتفته على صحوبية يوسف راضي، وعلى طول بيتودودوا مع بعض، وأول ما حد مننا يوصل يغيروا الموضوع. بينهم سر أكيد يا بدرية، وسر مش مظبوط، عشان كده خايفين حد مننا يعرفه. عزت حمدون انسان شريف يا عزت. يا ستي حمدون على عيني وراسي، انا ما قلتش حاجه، بس انا خايف يكون متورط مع يوسف راضي في حاجه، وبصراحه بقى انا بخاف من المحامين. يعني ايه؟ يعني مفتاح السر عند يوسف راضي. حمدون مش هيتكلم، لكن انت لو اتكلمتي مع يوسف راضي وقلحيت عليه مرة واتنين بس بالهداوة أكيد هيقر بالسر. كفاية بقى منشورات واجتماعات، الإنجليز زادوا في استبدادهم ولازم يحسوا بمقاومة فعالة، مقاومة عنيفة تخليهم يحسوا باللي بيعملوه في البلد ورد فعله على الشعب. أي عمل عنيف ممكن يفشل لأن عينيهم على كل الوطنيين اللي في البلد. أنا هاخد رأي الزملاء في الاجتماع وحمتثل لرأي الأغلبية. الحكم ضال الإنجليزي ذكي وعيونه في كل مكان. اقتل الحكم ضال الإنجليزي شخصيا. إيه؟ أيوه نبدأ بيه، وأكيد ده هيهزهم هزة عنيفة. وإذا فشلنا هيكون موقفنا إيه يا أستاذ حمدون؟ ليه نفشل؟ ليه ما ننجحش؟ أنا شخصياً مسؤول عن تنفيذ العملية دي. حمدون؟ أيوة أنا مسؤول عن تنفيذ العملية، وأرجوكم اتمنوا لي التوفيق. مش بتقول خارج يا سمي يا كبة؟ مالك؟ بتقدم رجله وبتأخر رجلي ليه؟ لا أبدا، بس أصلا أنا خايف لأكوني زعلانة علشان أنا خارج في وقت متأخر زي ده. يا سلام، إيش معنى الليلة؟ ما أنت كل يوم خارج مع يوسف راضي، وأنت عارف إنه ما بينزليش من زور. ولا ما بيهمكش زعل يا سمي يا كبة؟ ده كلام. أنا بس الليلة دي بالذات عايزك تكوني راضية عني. لا بقى، ده انت عامل زي اللي بودع واحد مش هيشوفه تاني. وليه لا؟ ايه؟ يعني انا قصدي اقول ان محدش ضامن عمره، مش يمكن يجرى لي حاجه وانا ماشي في الشارع. حمدون اشوف وشك بخير. لا بقى، بقول لك ايه؟ انت خليت الفار لعب في قلبي، ما انتش خارج الا لما تقول لي رايح فين. ما تزعقيش وسيبي ايدي، ما تمسكيش ايدي كده. قلت لك ما ايه ده؟ بدرية حمدون. بدرية انت رايح فين ومعاك مسدس يا حمدون؟ انت ازاي تيجي على هنا بعد تنفيذ العمليه؟ ازاي تغامر بكشفنا كلنا؟ ازاي ما تعملش حسابك ان البوليس ممكن يكون مطاردك؟ ما تقلقش يا استاذ يوسف، العمليه ما اتنفذتش. ايه؟ ما اتنفذتش ليه؟ الحكم دار الانجليزي غير خط سيره؟ الحكم دار ما غيرش خط سيره، انا اللي ما قدرتش. نعم
ما قدرتش؟ ما قدرتش ازاي؟ ده انت اللي مقترح العملية وانت اللي مصمم على تنفيذها لوحدك. ما قدرتش ادوس على زناد المسدس. انا رحت في ميعاد الموكب وقفت في المكان اللي كنت حددته. كل نبضة في جسمي كانت مصممة على القتل. وظهر موكب الحكم دار. فجأة جسمي كله اتصلب. الموكب قرب 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 لغاية ما بقى في المدى اللي ممكن أصيبه. رفعت المسدس وصواي على الزناد. حاولت أدوس ما قدرتش. فقت الحقيقة العمل اللي هعمله. اكتشفت إني بعد لحظات هبقى قاتل. جسمي كله اتصلب وأنا بتصور إن أنا هتحول لقاتل. قاتل إنسان. ما قدرتش. أنا آسف يا أستاذ يوسف. أنا بعترف بعجزي عن تنفيذ العملية ومستعد للمساءلة من الجماعة. أنا بقدر موقفك يا حمدون، لكن حفاظا على وضعك بين الجماعة لازم نلاقي مبرر لعدم تنفيذ العملية. مش لازم نعرف الحقيقة. لا لا يا أستاذ يوسف، أنا هواجههم كلهم، هعترف لهم بالحقيقة، هقول لهم إن الفنان اللي بيعبر بالكلمة وسلاحه القلم ما يقدرش يتحول لقاتل. هقول لهم إن الفنان اللي بيبني ويعلم مش ممكن يقتل، مش ممكن يقتل. في الرايحة والجايات سلمت لك أمري وقلت لك سري نورت لك عمري شمعات ورا شمعات يا على عمر ضايع ولا على خل بايع خلي يخون العشرة اعرف انه مات. انت يا اختي يا فاقة ورايق، انت يا اللي بتغني عايزين ننام. مالك انت بيها؟ ما تسيبيها هي كده، ساعة تغني وساعة تضحك وبعد شوية تعيط. غلبانة هنبقى احنا والزمن عليها، وهي هتخلص حسابها مع زمن على حسابنا. عايزين ننام. الله عيب كده، ده انت لسه جديدة، بكرة تتعودي عليها. اتعود بايه؟ هي هتتكتم ولا اكتمها؟ عيب للسجانة تدخل على حسنا تقدرنا. عيب يا نرجس. نرجس؟ هو انت نرجس؟ انت اللي خدت مني كل حاجة، انت اللي حرمتيني من نعيم الدنيا ودخلتيني السجن. انا الاوان اخد من طاري منك. انا الاوان اخد من طاري منك. بهدوء بهدوء ارجوكم يا جماعة، نتناقش بهدوء. ده فشل محتاج لمساءلة تنظيمية. تحمس الاستاذ للخطة بالرغم من معارضتنا كلنا كان ممكن بعد فشله يؤدي للقبض علينا ونترمي في السجون. يا أستاذ فتحي، أنت مربي فاضل وبتعلم تلاميذك إزاي يتناقشوا. أرجوك يا أستاذ يوسف، أنت بتتحايز للزميل وأنت السبب في موافقتنا على التصرف الطايش اللي اقترحه واللي للأسف فشل فيه. معنى كده أن أنا كمان داخل في مساءلة تنظيمية؟ هو ده اللي لازم يكون. رئيس الجماعة زي أصغر عضو فيها، لو غلط يتسائل. طيب بعد إذن الأستاذ يوسف، أنا عندي سؤال عايز أطرحه على كل الزملاء.
مجمعين على اني مدان في تصرفي. الكلام اللي اقوله لك يا معلم، لكن انا عبد المأمور. المعلمة بتقولك انها شاركت على القهوة راجل طبعه حامي وغيار، وبيقولك ما تجيش المحل ده تاني. انا جوزها وليا حق عليها وهمنعها من الشرك ده. كان غيرك منعها، اسمعها مني كلمة، بدل ما يأذيك ولا يغلط فيك بلاش تيجي هنا تاني. ودارت ليام يا نص، بتطردني دلوقتي زي ما انا طردتك قبل كده. اعوذ بالله، انا مش قليل الاصل يا معلم، ده انا ببلغك الكلام اللي قالته لي. انا عارف انك مش قليل الاصل. قول لنرجس انا مش جاي هنا تاني، لكن مسير الحي تلاقى، وعلى قد ما الدنيا واسعه على قد ما هي ضيقه زي خرم الابره. سيبك من الجري وراها يا معلم، اللي فات ما بيرجعش، بص لبكرة، انت لسه بصحتك وعافيتك، خلي بالك من نفسك واشتغل، اشتغل يا معلم. اشتغل؟ ايوه اشتغل، اشتغل يا معلم، اكسب قرشك بدراعك بدل ما تتحكم فيك حرمة، خلي صورة المناويشي قدام عينيك، فكر في الكلام اللي بقوله لك وانت تكسب يا معلم صبحي. اطمن يا نص، انا عمري ما هبقى زي المناويشي، انا مش جاي هنا تاني وهشتغل. عفارم عليك يا معلم. قول لنرجس ابعت لك ورقتك مع شيخ الحاره.